مرحبا بكم على قناة إنيفيرساليس للثقافة والفن. لقاء جديد في نادي السينما ومع فيلم جدير بالمشاهدة، إنه فيلم ساكو وفانزيتي. قبل أن نفصل حديثنا عن الفيلم، أترككم مع المغنية الثورية الملتزمة جون بيس التي أدت موسيقى فيلم ساكو وفانزيتي. سأتحدث عن هذا الفيلم من خلال هذا العنوان، فيلم ساكو فانزيتي وعنف السيستم. ولكن قبل أن أخوض غمار الحديث عن هذا الفيلم الرائع والمتميز، أشير إلى أن كلما تكلمت عن ساكو فانزيتي أو عن هذا الفيلم أتذكر سينما باريس بوجدة، وأتذكر ذلك الطابور الطويل الذي كان لابد وأن نلتزم به ونلتزم فيه حتى نصل إلى شباك التذاكر لنشاهد هذا الفيلم. كان ذلك في أواخر السبعينات، كانت السينما وسيلة من وسائل الثقافة ووسيلة من وسائل نضج الوعي، لقد ساهمت في نضجنا كثيرا. أحداث فيلم ساكو فانزيتي تعود إلى العشرينات من القرن الماضي، وهي أحداث واقعية بالولايات المتحدة الأمريكية، وانتظرت السينما نصف قرن حتى تخرج هذه الأحداث الدرامية إلى فيلم لقي نجاحا كبيرا. الفيلم هو من إنتاج إيطالي فرنسي. عنوان الفيلم ساكو فانزيتي يدل على الشخصيتين الأساسيتين، نيكولا ساكو كان صانع أحذية، بينما بارتولوميو فانزيتي كان بائع أسماك، ولم يظن أبدا أنهم غادي يولي واحد النهار مشهورين بزاف، بل غادي يتحولوا الشخصية التاريخية وغادي تصدر القصة ديالهم الدرامية عناوين الصحف، بل غادي تتحول إلى مادة سينمائية. بل 90 عام من بعد ملي تعدموا كما غادي نشوفوا، غادي القضية ديالهم تدرس في المدارس الأمريكية، خاصة وعن القصة ديالهم شعلت الكثير من الاحتجاجات وخرجت الناس في مدن بعيدة على الولايات المتحدة، في بيونس آيرس وفي باريس وليشبونة إلى الشارع. علاش خرجت الناس؟ خرجت تحتج على إدانة الرجلين بسبب شكوك حول معتقداتهما الشيوعية، وليس بسبب الجريمة اللي غادي يتهمهم بها. ففي سنة 1927 الوقت اللي غادي تعدمو، غتخرج دبابات في باريس باش تحمي السفارة الأمريكية من المتظاهرين. في جنيف الجموع البشرية الغاضبة حطمت كل ما يبدو أمريكيا أو متعاطفا مع أمريكا. تاني يوم 23 أغسطس 1927 هو يوم غضب في الوجود الإنساني، وطبعا السبب هو إعدام صانع الأحذية اللي يتسمى ساكو،
رفيقه بائع السمك اللي تسمى فان سيتي، وهاد الجوج ما كانت عندهم حتى شي علاقه بالسياسه والسياسيين. اصل الحكايه بدا 15 ابريل 1920 في مدينه امريكيه تسمى برينتري. في نهم المدينه تم السطو على مصنع الاحذيه، وتم قتل صاحب المصنع اللي هو سميتو اليساندرو الى جانب الحارس ديالو. وطبعا البوليس غادي يشد جوج الناس اللي هما ساكو فانزيتي، وغادي توجه لهم تهمه القتل العمد دون ان تثبت الجريمه ضدهم، بل كان هناك شهود بانهم ماشي هما اللي داروا هذه الجريمه. ولكن رغم ذلك غادي يحكم عليهم القاضي بالاعدام زورا وبهتانا. علاش هاد المحاكمه غادي تاخذ واحد هاد الاتجاه العنيف، وعلاش غادي تحدث واحد الضجه في الولايات المتحده الامريكيه، وغادي تحدث ضجه في كل العالم؟ هناك الكثير من الناس اللي كيتهموهم بالزور، ما كيثيروش هاد الضجه اللي طارت. ولكن مقتل واعدام ساكو فانزيتي غادي يثير فعلا واحد الضجه عالميه، الى درجه ان المقتل ديالهم غادي تعتبر اكبر عمليه قتل قانونيه في تاريخ البشريه. ساكو وفانزيتي ما تعدموش ظلما، لانهم شكوا فيهم بانهم قاموا بهذه الجريمه، ولكن غادي تعدموا لان السيستم الامريكي شك فيهم على انهم متعاطفين مع النظام الشيوعي. يعني ما ننساوش بان هذه الاحداث وقعت في عشرينات القرن الماضي، وعشرينات القرن الماضي شهد الثوره البولشوفيه اللي بدات في 1917 وقيام الاتحاد السوفيتي، وبالتالي بدايه انتشار الاشتراكيه والشيوعيه. وامريكا كانت كتشوف بان الخطر الكبير هو هذا الخطر الاحمر، يعني الشيوعيه. اذا من هنا يعني غتحاول باش تكشر على الانياب ديالها وتعاقب كل ما من شمت فيه ريحه هذه الشيوعيه. وبالتالي كانت حتى الكثير من التيارات الاخرى اللي تتعاطف مع الشيوعيه او تميل ليها كاليساريه كالفوضويه، لان حتى الفوضويه كانت مذهب، وهذا ما كيمثلو ايضا ساكو فانزيتي، خاصه انهما بجوج من ايطاليا لهم هذا الاصل الايطالي ولهم المزاج ايضا هذا المزاج الايطالي. امريكا كانت تحاول ما امكن باش توقف في وجه كل ثوره شعبيه اللي يمكن توق الحريه والكرامه. اذا اعدام ساكو وفانزيتي هو مرتبط اساسا من هذا الاتجاه، من هذا الشك في انهم او في انهما يتعاطفان مع النظام الشيوعي ويحملان الافكار الشيوعيه. اذا لقاو ان هذه الجريمه هي ذريعه باش يعطيو بهم العبره وباش يوقفوا في وجه هذا المد الشيوعي. هذه هي الاحداث التي يقوم عليها فيلم ساكو إيفانزيتي. هي احداث واقعيه، هي احداث جد ماساويه، هي احداث مرتبطه اساسا بهذا الصراع اللي بدا منذ ان ظهرت الشيوعيه وظهر الاتحاد السوفيتي. امريكا بغات توقف في وجه المد الاشتراكي، وراها عاقبت في تلك الفتره حتى الكثير من الفنانين الذين كانوا ينتمون الى هوليوود كلهم جراو عليهم. علاش؟ لانهم كانوا يشمون فيهم رائحة الشيوعية. داروا بوليس خاص يتبع الناس، وكل واحد ظهر عنده هذا الميل اليساري او الميل التقدمي كانوا يوقفوا ضده. اذا هؤلاء ساكو وفانزيتي هم ضحية هذا التوجه السياسي، هذا السيستم الامريكي الذي يعتمد اساسا على العنف وعلى القتل. فلمجرد الاشتباه بأن المتهمين الاثنين ينتميان إلى التيار الفوضوي القريب من شبه الشيوعية،
تم الحكم عليهم بالإعدام، لكن غادي تظهر من بعد البراءة ديالهم، ولكن غادي تظهر بشكل متأخر ومتأخر جدا، وهذا ما يثبت تورط القضاء الأمريكي وانحيازه إلى قضايا سياسية وعنصرية. إذن هذا هي القاعدة الأساسية تاع هذا الفيلم. وكما قلنا سابقا بأن هذه الأحداث اللي ظهرت سنة 1920 يعني أرخت بظلالها على كل العالم، في كل عالم نضت مظاهرات تحتج على الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كان لهذا الحدث باش يستنى نص قرن، 50 عام، لأن الفيلم غادي يظهر سنة 1971 وأنتج بشكل مشترك بين الإيطاليين والفرنسيين. أخرجه غولو مانتالدو، أنتجه أرينتو كولومبو، وكتب له السيناريو فانسيتي أرلوندو. و 1970 يعني السبعينات يعني كانت مرحلة حافلة بظهور الكثير من الكتابات والكثير من الإنتاجات والكثير من الأفلام اللي كان عندها هذا التوجه اليساري والتوجه التقدمي. وسنة 1971-72 ماشي بعيدة على 1968 اللي شهدت في أوروبا واحد ثورة عارمة للشباب والطلبة والمفكرين، وشارك في هذا يعني الاحتجاجات جون بول سارتر إلى جانب الطلبة، هي اللي أدت إلى تغييرات كثيرة كثيرة في أوروبا وفي العالم بإسره. وهذا يعني يظهر بأن الحس الثوري تحول إلى فعل ثوري في أواخر الستينات وزاد مع بداية السبعينات، وما كانش فقط على شكل ثورات كتخرج للشارع، وإنما ظهر أيضا على مستوى الفكر، على مستوى الثقافة، على مستوى المسرح، على مستوى الكتابة الروائية، وظهر أيضا على مستوى السينما، وعندنا الكثير من الأدلة على ذلك، منها الفيلم اللي شفناه سابقا المخدوعون، ومنها أيضا هذا الفيلم ساكو إيفونزيكي، وهناك أفلام أخرى غادي نطرق لها فيما بعد دائما في إطار حلقات نادي السينما. إذن الفيلم وإلى جانب قيمته الفنية الكبيرة، فإنه كان عبارة عن توثيق لأكثر الاحتجاجات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تبناه العمال والحقوقيون في العالم بإسره، تخليدا لتلك المظاهرات الغاضبة التي اشتعلت في مدن كثيرة من أمريكا اللاتينية ومن أوروبا كروما وباريس ولشبونة وغيرها من هذه المدن. والأمر لم يكن يعني هذا أمر الفيلم لم يكن مجرد إدانة لما حدث في تلك الفترة التاريخية، وراح ضحيتها يعني جوج تاع الناس لا علاقة لهم بالقتل، وهم من أصول إيطالية عندهم ميولات اشتراكية كيمثلوا واحد التيار اللي هو التيار الفوضوي. وهذا يعني الفيلم هو أيضا يطرح بكل حدة الكثير من الأسئلة حول نزاهة القضاء الأمريكي الذي لا يزال يأكل بمكيالين. قوة فيلم ساكو فانزيتي أنه ما زال يثير الجدل والتساؤلات والقراءات المتعددة، خاصة أنه جاء في 1971 في واحد سياق تاريخي اجتماعي وسياسي يحاكم واحد الجانب السياق الذي حدثت فيه القضية، يعني قضية ساكو وفانزيتي. الفيلم ظهر سنة 1971 وإيطاليا يعني كانت تعيش في تلك اللحظة واحد العنف سياسي وإجرامي مافياوي يومي، لا مافيا. وهذه السنوات هي التي سميت بسنوات الرعب، ولجأت بعض القوى اليسارية اللي خدت اسم الألوية الحمراء إلى استعمال العنف الثوري في داخل إيطاليا لمواجهة التنظيمات الفاشية واليمينية المتحكمة في الحياة السياسية في إيطاليا.
وكان الكثير من التصفيات الجسدية والكثير من الاغتيالات. وعندما نعود أيضا إلى أمريكا في لحظة قضية ساكو وفانزيتي، كنلقاوها حتى هي كانت كتعيش واحد الأزمات كثيرة، سياسية واجتماعية واقتصادية، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وخاصة بعد انتصار الثورة البولشفية في روسيا، إضافة إلى صعود الحركات النقابية وانتشار الإضرابات العمالية بدعم من القوى المسمات بالقوى الحمراء حتى في الولايات المتحدة. وهي هذه القوى الحمراء كانت خليط من الشيوعيين والفوضويين والهامشيين. إذن هنا كنلقاو لحظتين تاريخيتين، اللحظة التاريخية تاع الولايات المتحدة في العشرينات، ديك الفوضى اللي كانت موجودة في النظام، في السيستم اللي كان قاتل وعنيف ولا زال قاتل وعنيف. وكان اللحظة الزمنية الأخرى تاع الفيلم اللي هي السبعينات، والسبعينات أعادت الاعتبار إلى أشياء كثيرة. في السبعينات شهد اليسار واحد التمدد وسجل حضوره وبين وأن هناك قلوب ما تزال مؤمنة باليسار، نابضة رافضة للهيمنة الإمبريالية. في ظل هذه الظروف التاريخية وفي ظل هذه الأحداث، غادي تظهر لنا قضية ساكو إيفانزيتي بكل أبعادها الدرامية، وغادي يظهر لنا الفيلم الذي يفضح ويدين، ولكن في نفس الوقت يحاول أن يوضح ويحاول أن يرسل رسالة، وهي أن اليسار هو المستقبل. نهاية ساكو وفانزيتي كانت جد مأساوية، فبعد العشاء الأخير أو الوجبة الأخيرة كان عليهما أن يتوجها إلى غرفة الإعدام. في غرفة الإعدام هناك الكرسي الكهربائي، لأن حكموا عليهم بجوج باش يموتوا بصعقة كهربائية. قبل أن يضغط حراس غرفة الإعدام على زر تشغيل الكرسي الكهربائي اللي كان فيه مربوط ساكو، غادي يصيح ويقول تعيش أمي، وبطريقة فنية رائعة أحس المشاهد بأثر تلك الصعقة. أما فانزيتي فقد سمر نظراته أولا باتجاه الكرسي الكهربائي وقال بصوت حزين منكسر: لم أرتكب أي جريمة أبدا، صحيح أنني ارتكبت بعض الآثام لكني لم أقم بأي جريمة. ثم صافح الجميع. مات فانزيتي وهو يبكي، فانفجر من بعده العالم غاضبا. مباشرة بعد إعدامهما خرج كل أحرار العالم، تظاهروا وقالوا لأمريكا كفى ظلما. ولعل أفضل ما بقي من ذكراهما ما كتبه فانزيتي بنفسه قبل إعدامه، حيث قال بأنه وزميله يقبلان الموت كشهداء بعد أن حرك ضمير العالم. كتب بكل كبرياء واعتزاز: لم نكن لنثير في حياتنا نحن الفقيرين مثل كل هذا التعاطف مع العدالة وصحوة الضمير والتفاهم، إن موتنا انتصار لهذه القيم، واللحظة الأخيرة من حقنا نقول فيها ما نشاء. بهذه الكلمات التي كتبها فانزيتي قبل أن يموت، أترككم لمشاهدة الفيلم. لا تنسوا الانخراط في قناتنا يونيفرساليس للثقافة والفن. مع السلامة.